رجعت لكم من جديد ومن الاستوديو باش نهزكم الولايه التونسيه باش نهزكم لصفاقس في حكايه عطار. عطارنا لليوم احكي لنا يكردي ولا ما يكرديش، كيفاش كانت علاقته قبل مع المواطنين وكيفاش توا، يحكي لنا على تاريخ العطار اللي هو بالنسبه ليه داره الثانيه. نمشيو نشوفوا حكايه عطارنا من صفاقس ونرجع لكم. مرحبا بكم في حكاية عطار، مرحبا بكم في صفاقس عاصمة الجنوب، ثاني أكبر المدن التونسية في المساحة وعدد السكان. وبرشا يسألوا إيش معناها كلمة صفاقس، والأقرب للمنطق هو أنه كلمة صفاقس مركبة من لفظين أمازيغيين وتعني لباس ترتديه المرأة لتحسينها، من هنا كانت تسمية صفاقس المدينة المحصنة. وفي صفاقس المدينة العربي مشهورة بتجارها وجمال معمارها وسوق حوتها المشهور. وطبعا اللي يقول صفاقس يقول سياسس اللي تلقى شعارها في كل بلاصة وخاصة في البلاد العربي. وعطارنا اليوم من المدينة العربي سي محمد حافظ. مرحبا بكم في صفاقس، انتم تو دخلتوا البلاد العربي. اسمي محمد حافظ مهدي عطار، كنت نخدم قبل ماغازينيي وقدمت استقالتي وحليت العطرية هذية وانا عمري 67 سنة، عندي 30 سنة عطرية. سي محمد، كيفاش بدأت حكايتك مع مهنة العطرية؟ بديتها كريت الحانوت هذا بسبعين ألف وحليته بمئة وسبعين ألف وبديت نخدم بشوية بشوية والحمد لله لكم تشوفوا في الخير موجود. بعد هالتجربة تحب المهنة هذه؟ بحبها. علاش؟ على خاطر كونت منها وصيرت منها رجال ولبس. علاقتك بالجيران باهية؟ طيبة ياسر، طيبة ياسر، عبارة على عائلة واحدة. ها؟ ساعة ساعة يطيبوا بسباس يجيبولي، يطيبوا دوارة يجيبولي، ساعة ساعة كي يبدأوا هكا في فترة ستريس ولا ها؟ يجيوا يرتاحوا هكا يلقوا راحتهم النفسية بعدها. أشكون يونسك في الحانوت؟ عندي صاحبة الله يرحمه. طب مدة خمس شهر هيك بقته توفى 40 سنة صاحبي. حد ما يشد لي كاستي، حتى ولدي ما يشدهش، كان هو خاطر كلمة صاحبي صعيبة. قديش من عائلة تقريبا تشري من عندك؟ برشا يجي 30 40 عائلة. عندي كليون نعتز بها ياسر اسمها منيرة. ملي بديت الحانوت أول كليونات دخل أول كليون دخلت لي عندها 30 سنة من وقت اللي حليت الحانوت أول كليون دخلت لي رجعتني للتاريخ كبير ياسر. أما خير قبل ولا توا؟ الخدمة قبل الخير، كل شيء متوفر وكل شيء رخيص. الزوالي نجم حتى بدينار يعيش. اتكردي ولا لا؟ انكردي كان الملك، ما انكرديش الكاري، الكاري بيت ما يصبح. عندي كليونات سماح ياسر، كل راس الشهر يجيوا يخلصوني ويقضيوا من عندي من هنا، وهذا بالنسبة للكريدي. وبالنسبة للحاضر يجيوا يقضيوا. الكريدي كنت انكردي قبل لكن كلاوني العباد، كلاوني عندي كراسة فيها تقريب 9 ملايين كريدي، كان تشريها من عندي ب 900 ألف نبيع حالك. إذا كان واحد نحب نتخلص منه نكرديه في فصل باش ما بقاش يجي يقضي من عندي، على خاطر إذا كان خدا القضية هكية بالكريدي بالميت. كيفاش لازم تكون مواصفات العطار الباهي؟
لازم يكون ثقة، ها متخلق معك ليوناتو، ها ما يزيدش في الأسواق ويخدم، والميزان يلزم يكون معتدل. اتشجعش للمنتوج التونسي؟ بالطبيعة ماذا، أنا تونسي دوريجي، ها وكنت النجم نخرج لفرنسا ونخرج لإيطاليا والنجم نخرج، ولا نحب نخدم بلادي. شرفتونا في صفاقس ومرحبا بكم، والمفروض كركم شربتوا حاجة بحذنا على خاطر احنا أهل الكرم، ومرحبا بكم ومحلاها خدمة العطرية. ربي يطول في عمرك سي محمد ويكثر من أمثالك. محلها الصحبة ومحلها العشرة ومحلها الكلمة الطيبة. توا باش نحكيو في موضوع آخر، باش نحكيو على الربيع بعلاقته بالديكور اللي يتماشى معاه، وكيفاش تغييرات صغيرة تخلي ديارنا أزين وبروح جديدة. النصائح هذم الكل باش ناخذوهم من عند مصممة الديكور منال عمارة. صباح النور منال. صباح الفل والياسمين. هالغيبة هالغيبة توحشناك يا منال. أنا فيدي توحشتكم والله بالرسمي. لبس عليكم والله شوية خدمة شوية مرض شوية هكا حسيد وصابات. الحمد لله. مرحبا بك منال. كنا نحكيو الربيع وعلاقته بالديكور. الربيع ديما نعرفوها هو الورد، هو الشميسه. الربيع ديما الحل الانسب لكل شيء، معناه في اي حاجه الربيع محلاه، معناتها يتماشى مع السخانه ومع شويه برد. معناتها لازم لنا نوالو معناتها هو باش خاطر في ديكورنا في ديارنا في عيشتنا في كل شيء ديما في الربيع معناتها نلقوا راحتنا ونلقوا حاجه معناتها خير برشا. دونك الربيع مع الديكور باهي. شنو هي الالوان اللي نجمو نعملوها في ديارنا في زاد ليكوان اللي احنا نحبوهم؟ باهي الديكور في الربيع. اول حاجه احنا باش نقدموا ديزاستوس للنساء اللي في ديارهم، كيفاش نجموا معناتها ان نعملوا ديكور مزيان في الربيع وبيان نبدلوا حاجات في الدار من غير برشا تكاليف، من غير دونك الالوان نتاعنا شنو. اول حاجه اكثر حاجات هما نجم نبدلهم في الدار معناتها هما لي كولور اللي مثلا لي كوسان. لي كوسان تاعي مثلا يبداو كانوا عندي في الصالون تاعي، عندي معناتها برشا دي كوسان يتمشاو مع فصل الشتاء. دونك انا داخله للربيع وداخله للصيف وللورد وللريتم المزيان وللسهريات وللضيافات والكل. دونك ما فيها باس كيف نشد معناتها لي كوسان اللي عندي لي كولور نتاعهم يبداو كولور فيف كيما الروز كيما الجون كيما البيج كلير كيما البلون معناتها كيما البلو سييل هذوما. وزادة ما ننساوش زادة جواهر اللي لي كوسان معناتها نركزوا على التكستور نتاع القماش، خاطر فما قماشات تتماشى مع الصيف والربيع وفما قماشات معناتها نستعملوهم كان في الشتاء. ديما الشتاء نمشيو للكشمير للفيلوخ الحاجه الدافيه للدان للفودان، معناها هذوما الحاجات اللي نستعملوهم باش ندفيو بهم. شنو الاقمشه اللي نمشيوها؟ دونك في الربيع نمشيو اكثر حاجه للفوال للتول معناها الحاجات الرهيفه اللي هي ترونسبارون، هذايا مثلا في الريدو الريدو نتاعنا كي نستعملوا اكثر حاجه معناتها توا انت باش مثلا كيف نقول لك اللي باش نستعمل الريدو نتاعي معناها فوال مش تسالني معناتها باش يبدا برشا ضوء في الدار. دونك ما فيها باس كيف نستعملوا الريدو نتاعنا يبداو فوال او ميم طون يبداو بالدوبل وبالتريبل. هذه توندونس على الاخر توا في الريدو معناتها خاطر في الربيع نبعدوا شويه على الساتان على الاورغانزا خاطر خشينه
معناتها خشينا اللي نحبوا نضويو الدار. احنا نحبوا نضويو الدار ومن طون نبردوا الدار، معناتها خاطر ربيع وصيف، معناها الربيع كيف ما تعرف الطقس نهار بنهار وماهوش معناها انا نشوفوا اليوم بارد غدوه يرجع دونك معناها نعتمدوا حاجات ونختاروا حاجات تتماشى مع الفصل ومع الطقس ومع المناخ اللي احنا نعيشوا فيه. دونك في معناها في اختياراتنا اول حاجه نعتمدوا معناتها نبدلوا لي ريدو نتاعنا، نبدلوا لي كوسان نتاعنا، نبدلوا لي تابي منين كنا معناها نستعملوا معناها لي تابي كانيش او بيان معناتها تابي الخشينه، نستعملوا حاجات خفيفه، نستعملوا الموكيت مثلا. الموكيت تتماشى برشا خاطر براتيك على الاخر في الصيف وفي الربيع ديما نصيفه ايوه خفيفه وصحيت وديما معناتها نخرجوا مش كيما في الشتاء. في الشتاء نجم نفرش معناها الدار بتابي معناها كبيره نحيها كان اخر الشتاء معناتها هذوما حاجات نعملوهم في الشتاء. فوالا معناتها لي كولور نتاعي في الربيع ديما يكونوا دي كولور معناتها حيين شويه فيف شويه او ميم طون. عندنا فازه في لي كولور خليني معناها نقول عليها للمشاهدين اللي هي معناتها كيما نسموها احنا في الديكور 60 30 10. معناها كيف معناتها كي باش نعتمدوا كولور جديد والا باش نبدلوا ديكور جديد معناتها يلزمنا على الاقل 60% من مساحه البلاصه اللي احنا فيها سالون او بيان معناها سيجور ولا حاجه تكون المساحه 60% كولور واحد معناها الكولور هذاك ياخذ 60% من الحيز اللي عندنا. ومن بعد عندنا الكولور الثاني اللي هو ياخذ لنا 30% ومن بعد عندنا 10% اخرى للكولور الثالث. معناها لازم معناتها هذه استوس نستعملوها اكثر حاجه في الصيف وفي الربيع خاطر تنوع الالوان في الفصول هذه. دونك ما نستعملوش كولور واحد ما نعاودوش منه برشا. دونك كيف نستعملوا مثلا الصالون تاعي كولور تاعي ما نعرفش انا استعملت الالوان معناها الرماديه او بيان معناتها الاحاديه في الصالون. دونك نكمل نستعمل مثلا 30% من الالوان الاخرى في لي كوسان تاعي في لي ريدو تاعي في التابي تاعي في لي زاكسيسوار زيد اللي عندي و 10% من اللون نستعملوا لون واحد اخر معناها 10% هذيك شنو هي اكل لي توش اللي نعطيوها احنا مثلا في لونطري كي نجي داخل مثلا في لونطري نحط معناها كولور جديد حاجه اخرى لكن تكون معناها بورسنتاج صغيره باش نوازن باش انا كي ندخل ونشوف هكا بعينيا معناها الديكور اللي عندي يبدا ايكيليبري معناها ايكيليبري فيزويال معناتها حاجه ما تقلقنيش في عيني او ميم طون تعيش معايا برشا وتخليني معناتها الديكور اللي عملته معناها ما نفدش منه خاطر هذه هي راهي الديكور بصفه عامه لازمنا ديما كي نعتمدوا الحاجات هذوما الحاجات اللي في الديكور جدد او بيان لي زاستوس اللي نستعملوهم دونك لازم يكونوا معناتها حاجات يعيشوا معانا وما نقلقوش منهم خاطر هذه هي البسيكولوجي نتاع الديكور بالضبط. شنو بالضبط البوا اللوح كيفاش نجم نختار توا اغلب الديار والا اللي مشينا في التوندونس نتاع السنين اللي فاتت شويه يمشوا برشا على اللوح هو راهو الديكور مع اللوح بون جواهر اللوح هو محليه وبلوز انتيم ومعناتها حتى في لي شومبر اكوشي معناها نستعملوا برشا البوا حتى في لي زاكسيسوار نتاعنا اللي نحطوهم على الطاوله او بيان في لي زيتاجير او بيان مثلا في لي كويزين والا معناها في الدار الكل المحلي حتى في الاواني نتاعنا اللي نستعملوهم معناتها اجور معناها حاجه او حاجه صحيه معناتها وحاجه معناها وجددوا فيها برشا تفاصيلات مزيانه وهو البوا حتى وهو معناها فيغج كيف ما هو مزيان حتى وهو قديم كيما هو معناها لي زانتيك نتاعنا في البوا حاجه معناها تعطيك اصاله في البلاصه اللي انت موجود فيها معناتها فما توش نتاع اصاله فما توش نتاع حاجه ارتيزانال وحاجه مزيانه. اما شنو ديما في الربيع ما ننصحش انا بالبوا برشا على خاطر البوا هو بيدو معناها نستعملوه في الشتاء الشتاء خاطر هو بلوز انتيم ويدفي البلاصه معناتها حتى كي تغزلو تحس روحك تفيه اصلا حتى شيكي. تدخل معناها تدخل اي بلاصه مخدومه كلها بالبوا تحس بالدفى معناها اوتوماتيكمون خاطر هي الحكايه كلها راهي بسيشيك بسيشيك باهي معناها شنو هما لي ستيل الاكثر طلب تو في البريود هذايا؟ باهي لي ستيل اللي هما اكثر طلب في الربيع وفي الصيف ديما ديما في الشتاء نرجعوا جواهر للستيل ارتيزانال والحاجات القديمه خاطر هما بيدهم لور
ويدفيو لنا البلاصه. وفي الربيع ديما نمشيو مع التندونس الخفيفه، معناتها اللي التندونس مثلا كيما الحاجات اللي هي مودرن شويه، معناتها نستعملوا لي كانابي اللي يبداو معناها كيما اللي عندنا هكا الساقين، معناتها فما فضاء ما بين القاعه والفوتوي، معناتها نستعملوا لي سالون اللي هما ايطاليان فرانسيز لي ستيل هذوما، معناتها خاطر هذوما دي ستيل خفيف شويه ماهوش كيما لي ستيل نتاعنا احنا ارتيزانال او بيان فانتيج او بيان معناها اللي حكينا عليهم قبل، هما خاطر في الشتاء نستعملوا برشا ستيل يبداو معناتها لور شويه عندهم ماس باهيه في الديكور. دونك في الصيف ديما نمشيو كيما معناتها كيما الحوايج في الصيف نلبسوا اخف برشا كيما ديكورنا باش يكون اخف برشا من ديكور. دونك اكزاكتومون دونك في الصيف معناها نستعملوا لي ريدو الخفاف، نستعملوا لي كوسان تاعنا بالقماش الرهيف، معناتها لي رييز نستعملوا برشا الحاجه الريف في الصيف، معناتها تعطينا ريتم جديد وتعطينا بالحق، معناتها كيف انت تاخذ كل شيء اونوي وتشد مثلا لي كوسان تاعك كلهم تستعمل فيهم الري، معناتها انت عملت ريتم، عملت معناها نسق هكا متنوع في الدار، في الدار الكل تحسها متنوعه خاطر انت استعملت زاد لي تابلو، زاد لي تابلو في الحيط، زاد مهمين برشا، معناها مهمين كيفاش نحطوهم، مهمين في الصيف ان نستعملوا لي تيم تاع الصيف ومتاع الربيع خاطر نمشي شويه للطبيعه في الربيع، على خاطر بالحق راهي الحاجات اللي هي ناتوريل اللي نحطوها في لي تابلو نتاعنا صحيح هي معناها مجسده، واحنا ديما في الديكور علماء ديكوري معناتها ياكد لك انه ديما فما التجريد خير في لي تابلو، اما لا في الربيع معناها جنسيست بيان على انه نستعملوا لي تابلو معناتها اللي فيهم شويه حيويه نتاع الطبيعه نتاعنا نتاع البحر نتاع الالوان نتاع الورد الحاجات هذوما، حتى في الاكسسوار نتاعنا نستعملوا حاجات كيف من هكا، معناتها مثالش لي بلونت ارتيفيسيال راهم محلاهم، معناتها لي بلونت بالحق مزيانين برشا ويعطونا روح جديده وحياه في المشكله منين تو مثلا مشاهدينا يتفرجوا علينا احنا مارينا في فتره صعيبه شويه ماديا وديما يربطوا الديكور بالفلوس، كيفاش احنا نبدلوا نعملوا توش من غير بميزانيه محدوده على الاخر. فوالا دونك الميزانيه هي محدوده بطبيعتها عند التونسي توا ان شاء الله ربي بريود صعيبه، اما زيدا تتطلب انه النفسيه تتبدل شوي. اي النفسيه دونك كيفاه كيما كنا نحكيو تو مثلا انا باش نعمل ريدو باش نعاود ريدو جديد في الدار مش لازم عليا نشري راهو ريدو غالي، معناه النجم معناه الفوال ماهوش غالي، معناه كي انا نجي نبدل مثلا ريدوات نتاع الدار نتاعي والا السيجور نتاعي معناتها ما نستهلكش برشا فلوس راهو ما تطلبش مني برشا بار اكزومبل، فما حاجه بسيطه نجمو نفس القماش نخدمو بيها الكوسان. اي مثلا علاش نمشيو نشريو لي ريدو الحاضرين، علاش ما ناخوش قماش رخيص كيما التول والفوال اللي كنت نحكي عليهم راهم رخاص، راهو الاورغانزا غالي والساتان غالي، معناها هذوما القماشات الغاليين معناتها اللي هما معناها لي بورجوا كيما نحكيو معناتها هما اللي اكثر حاجه، حتى فما نوعيه نتاع الديار تكون فيها لي ستيل هذوما، وفما نوعيه كيما البيوت الصغيره معناها الديار اللي هي تبدا صغيره، دونك حاجه اكزاكتومون دونك اللي حاجه ليجير كيما التول كيما الفوال نعاود منه مثلا استيوس سي تاع الاخر. انت عندك توندونس نتاع تاور لي ريدو نتاعنا اللي هما يبدو كل بوند بكولور، علاش تمشي تاخذه معناها غالي معناها حاضر تنجم تمشي تعمل تشري قماش وتاخذ لي كولور نتاعك اللي حاجتك بيهم اللي هما شنوما ديما الباز نتاعنا الصالون، ومن بعد انت كيف تحب معناها تنوع في الـ في الـ في, الـ في الالوان تنوعهم في كما قلنا 60 30 10 حفظتهم هذيك هي. دونك انت ديما تاخذ باز نتاعك في الدار اللي هي مثلا الصالون والتابي معاها كولور اوني، معناها الاوني هو شنو انه هذاك يعطيك الباز نتاع الكولور نتاعك باش انت تبني عليه الديكور نتاعك الاخر، معناتها باش تسهل عليك التنسيق خاطر انت كرب بيت ماكش مختصه، دونك حتى كي ما تستعينش بمختص نعطيوك لي زاستوس معناتها اللي هما ساهلين اللي باش يخليو دارك معناتها مزيانه وكي ومعناتها وفيها تغيير وتحس روحك غيرت وما بقيتش في نفس النسق اللي كنت فيه باغ اكزومبل في الشتاء والدنيا البارده. دونك ديما نمشيو للسامبليسيتي في الديكور راهو كي نحكيو سامبليسيتي لا
الاباجوره بار اكزومبل في الشتاء التوندونس نتاع 2021 هي الاباجوره في في وسط الصاله تقعد في الربيع ولا النحيه الاباجوره هي في الشتاء على خاطر اول حاجه معناها تدفي البلاصه والكل ومن طون الضوء الخافت يرتح الاعصاب ويحسسنا كيما العاده معناها هذا كله اللي نحكيه فيه تام نتاع الشتاء دونك في الصيف نقصوا الضوء شويه خاطر الضوء يسخن دونك ليكليراج نتاعنا يكون معناتها نستعينوا باللي زيكليراج كاشي معناتها اللي هما مخفيين ما همش باينين دونك نعمل لي سبوت نتاعي معناها خافتين على الاخر نعمل لي كولور نتاع كنت مثلا في الصيف نستعمل مش لازم راك تبدل معناها هذا الكل باش ما يبدا يقول لك هاو انا زعما باش نبدل وباش نشري ضوء جديد ليه انبوبه كنت تستعمل في انبوبه صفراء الضوء نتاعها اصفر تنجم تستعملها انبوبه بيضاء معناها كنت مثلا تستعمل الغوج فيف في عندك مثلا ايفي اكليراج في بيتك ولا حاجه تنجم تبدلها معناها حاجه بالبلون بيان معناها حاجات خافته معناتها وتنقص في الضوء على خاطر الاكليراج في الصيف مع اكليراج الشمس اللي هي معناها قويه دونك يولي قلقنا العينين حتى في معناها حتى في لي سال دو بان في الكل معناها نخفتوا شويه الاضواء خاطر الضوء خاطر الاضواء كلها راهي في الصيف تسخن معناها الكليراج بصفه عامه راهو معناتها هو مصدر للشالوغ دونك منال فما عبيد ما تحبش تجدد برشا هكاك نفسيتها من اكلي ما تحب البيت تقول لك كي بدلت حاجه في البيت ما نرقدش فما اللي يقول لك الصالون كي تبدلت لي ما نرتاحش فيها شنو يجيني اخيب معناها والا شنو الالوان اللي تمشي في الفصول الكل هي الالوان الاحاديه معناها اللي هي معناها اللي هما لي كولور باستيل والكول معناها الجري البيج البلون كاسي معناها هذوما الالوان اللي هما كولور دو باز نسموهم في الديكور دونك لي كولور دو باز هذوما كيف نستعملوهم في اغلبيه الدار اللي موجودين فيها اول حاجه نتاكد اللي انا توفقت في الـ في, الـ في الاختيار نتاعي في الديكور خاطر ما فماش معناها جري ما يجيش على البيج وما فماش معناها مثلا نوار بلون كاسي دونك هذوما اوتوماتيكمون هما يمشيو على بعضهم ومن بعد كيف نبدا معناتها حتى ما نحبش نبدل وبيا ما عنديش الجرأة اني نبدل معناتها ديما نستعمل الالوان البارده راهي هي الالوان البارده معناتها الكل تجي على بعضها ما تبقاش تخمم معناها انت في دارك ما تبقاش تخمم انه هذا ما يجيش على هذا وقتاش نحكيو على الجراه معناها في الالوان كي نمشيو للالوان المتنوعه اللي هي كيما الجون كيما الفيغ كيما معناها الغوج بوردو كيما هذوما دي كولور معناتها لازمهم شكون ينسقهم على بعضهم فما لازمهم شويه جراه باش نجم نعمل اوموجين معناها مزيانه في الالوان هذه دونك فوالا نختموا معناها بانه بالحق ربيت البيوت الكل ننصحوهم انهم ما يكلفوش رواحهم برشا يخليوا اقل حاجه في الدار معناتها راهي تنجم تبدل الديكور عندك حاجات انتيم بار اكزومبل في الدار والا عندك حاجاتك انت الخاصه تنجم تحطهم معناها كوم اكسسوار معناها في الدار تعطي التوش نتاعك الخاصه بك انت خاطر كل شخص راهو عنده التوش نتاعو دونك ما نعقدوهاش برشا في الديكور نحاولوا نكونوا بسطاء على الاخر على خاطر راهو مش الفايده في برشا فلوس مش الفايده في قماش غالي راهو الفايده في الذوق تكثر لين تخسر الديكور نتاع اكزاكتومون دونك راهو الفايده في الذوق والفايده في البساطه خاطر كل وين تكون بسيط كل وين تكون اجمل هذه نصيحتنا والديكور كان مش في ما كان مش في الدار معناها فما زاد الديكور في الماكله هكا بيان سور ديكور في الطاوله اتيكيت كبير وثقافه كبيره هكا شفا امنا غاطسه في الديكور نتاع طاولتنا نتاع اليوم شايف ونوصل الجواهر سبا به بالنسبه لي انا كيما المستلزين بوخ في الاوف خدمت برشا حاجات اللي استحقت خدمت وشمينا اي لا جريها ريحه الثوم وريحه الحم وصلت لك علاش انا رجعت لك عندك ساعه وانت غاطسه يا شيف تتفنن وتعمل هكا وريني فيش عملت وريني به دونك خذيت اول حاجه ساعه عملت الجينواز هاني قلت لكم طيبتها في الاوف علاش على خاطر عندنا الحس نتاع الماكينه دونك اوبليجي اني نعملها باش نحطها تيب دونك حطيتها طابت هي اول حاجه الكريم بيغ زاده كيف حضرتها وحطيتها زاده في الفريجيدير
تبرد شويه شويه اخر باش نعمل المونتاج نتاعنا. دونك هنايا خديت كيما قلت قبيليك معناتها اللحم مفروم مع شويه نعناع الرند الثوم هذوما حلا روحه وحده. ومشره الاخرى هاني مازلت ديجا انا باش نشوفوا هنا كيفاش عملتهم. هنا خديت شويه البصل شويه الثوم شويه هرس عربي هذيك شويه اخر زاد هاني باش نحط الطماطم معجونه باش نمرقهم ونخليهم معناتها يبكبكوا مع بعضهم شويه. وبعد كده تصبك اللحم مفروم وسيبوه معناتها خاطر اللحم مفروم طيب. وجست انا الصوص معناتها شويه باش نحيلها القروسيه نتاع الطماطم نتاعها وزاد كيف كيف هي تيب. هوني قاعده نعمل في الترونش هذوما مع المقارونه نتاعنا جاوها حبيت نعمل دي ترونش هكا فوالا في الديكوراسيون من الدريساج الاخراني فوالا حطيت فوقهم شيء هاو ديجا التكستور نتاعي. خذيت شويه زيت زيتونه شويه ثوم قسيته شويه نعناع زاد ملحي وشويه كليل وزعتر باش نحطهم في الفوق باش نعيش فوالا هذوما شويه نكمل الترونش الاخرانيه هذيا نحطهم في الفور تيبس شويه فوالا. ومن بعد هكا ما نحرقوش الافلام مع الجواهر ترى والجاتو وين وصلت شيف؟ الجاتو كيما قلت لكم دونك طيبت الجينواز حطيتها في الفور خليتها تبرد شويه وكيف كيف الكريم بيغ توا باش نعمل المونتاج نتاعي ونحطهم في الكونجيلاتور. ديما انتم مستحسن تخليوها 24 ساعه والا المهم ليله بيت لكم في الكونجيلاتور باش تبدا فريمون الخدمه نتاعها متوعه وما تقلقش. وسيرتو اللي انا كيما قلت لكم باش نعملها بيرسوناليزي دونك باش نحط فوق منها التصوير نتاعي نحبها تصويرة الحقيقة تبدا معناتها فريمون مزيانة وليس بالكدا. ولا هنا مازلنا مع بعضنا نتبع جواهر مازلنا مع بعضنا نتبع وانا ديجا باش نجيب حذاك من بعد ناخذ التليفونات تشنشينا ونشوف معاك الجاتو ليزيتاب نتاعو خاطرها صعيبة شوية حسب ما قبيلة قعدت بحذاك يا شيف امنة. وخا نذكركم بتشنشينة اليوم اللي تقول علي اسمه بالكاف واللي يقرب له يحلي له. الناس تمشي للقاضي وهو القاضي يمشي له. نفكركم نجموا تكلمونا على 25-328-774 وإلا 93-146-663. كما قلت لكم بعد تلفزة بوتيك باش نرجع ناخذ تليفوناتكم ناخذ إجاباتكم. وكان عندكم أي سؤال شيف آمنة تنجموا تسألوه من العمارة. نشكرك على حضورك لينا معنا نشكرك على نصائحك اللي تقدم فيها ومازلنا اي مازلنا من هنا للربيع للصيف للعروسات للعرايس توا حايرين شنو الديكور اللي يعملوه في ديارهم توا جايين للطقس المزيان والطقس اللي فيه برشا تنويع وفيه برشا الفرحه ديكور والضحكه والعروسات وبرشا حاجات كل يوم حاجه جديده بقدره ربي معنا. ميرسي على حضورك معنا مره اخرى احنا نمشيو تلفزه بوتيك ونرجعوا لكم.